عايشين في دنيا عيوننا فيها مغمضين، من فينا عارف خطوته الجاية فين؟ ماشيين في دنيا عيوننا فيها مغمضين، من فينا عارف خطوته الجاية فين؟ وفين واخدة حياته ولابين مرسى؟ بقينا خلاص يا حول الله بساقية كلنا دايرين، بقينا خلاص يا حول الله بساقية كلنا دايرين، ومن نقرة لضحديرة وتجديرة لتجديرة، وناس ماشية على الحبلين على الحبلين، وناس من برا غير جوا، وناس واخدة بالقوة، شياطين عاملة بني ادمين مش بني ادمين، ومن نقرة لضحديرة وتجديرة لتجديرة، وناس ماشية على الحبلين على الحبلين، وناس من برا غير جوا، وناس واخدة بالقوة، شياطين عاملة بني ادمين مش بني ادمين. شمال وخطوة يمين، بنتقلب وبنعافر، حالتنا تصعب عالكافر، قلبي وسمنا عايشين، من النقرة لضحديرة وتجديرة لتجديرة، والناس ماشية على الحبلين على الحبلين، وناس من برا غير Thank you.
آسف مرة تانية. تحبي أوديهم لك العربية؟ لا شكرا. يعني اعتبري اعتذار عملي مني. شكرا. أنا آسف مرة تانية. استاذ عليا، استاذ عليا، انت اتنقلتي مكتب استاذ وسيم في السكرتاريه الخاصه. اتفضل. مين دي؟ دي موظفه جديده من طرف مراد بيه يا حاج. صباح الخير. اسمك عليا؟ وسيم بيقول انك مشاغبه قوي. انا بحب شغلي قوي مش اكتر. وانا بحب الموظف المشاغب في شغله، لان ده معناه ان هو عايز يبقى حاجه ونفسه يبقى حاجه، وانا اصلا كنت كده. اقعدي يا عليا. انت والدك عايش؟ اه الحمد لله حضرتك. اصل اسم والدك زي اسم اخويا بالظبط. ده شرف ليا، اتمنى اقابله. هتقابليه فين بقى؟ الله يرحمه. انا اسفه ما كنتش اقصد. مراد بيه ده راجل ممتاز جدا، وتعاملتنا معاه كانت ناجحه جدا، علشان كده احنا لازم نخدمه ونخدم اي حد من طرفه. ولو عوزت اي حاجه قولي لي وسلمي لي على مراد بيه. متشكره قوي يا فندم، عن اذن حضرتك. اتفضل. اوكي لا انا وصلت خلاص اطمن. ماشي اوكي ماشي. باي باي. ايه ده ازيك؟ ازاي؟ ايه الصدفه دي فعلا؟ انت ساكن هنا؟ لا خالص، انا بس جاي ميعاد مع واحد صاحبي هنا في كافيه، قلت اشوفه قبل ما اسافر. انت عايش بره ولا ايه؟ كنت عايش بره. طب امال هترجع تسافر تاني ليه؟ يعني مسافر يومين كده اصفي شغلي وارجع استقر هنا. بس انا اسفه معلش اخرتك عن ميعادك. لا خالص، انا اساسا انا جاي بدري نص ساعه. طب لو احتجت تاخد هدايا يعني لاصحابك وانت مسافر، انا فاتحه محل جديد فيه حاجات حلوه قوي، يا ريت تبقى تشرفني. اكيد. ممكن ابص بصه؟ طبعا. ليلى شريف. تعالى. اتفضل. معلش المكان مكركب بس عشان لسه بنفتح جديد وملحقتش اوضب. لا ولا يهمك، يعني يبقى لازم اساعدك. مش عايزه يعني اضيع لك وقت. صاحبك ناسي ولا ايه؟ لا مفيش مشكله، ما هو اول ما يوصل هيكلمني. طيب براحتك، تعال. انت عشان تقيله شويه. انت هتعملي جاليري؟ شغلات اللي بحبها من زمان. بس ازاي هتوضبي المكان ده كله لوحدك؟ لا ما هم صحابي هيخلصوا الشغل وهييجوا يساعدوني. احنا على فكره هنعمل افتتاح قريب قوي، يعني قدامنا اسبوع كده لو فاضي ومش مسافر يعني او رجعت ممكن تشرفني. اكيد. ماشي.
معلش انا يبقى لازم استاذن صاحبي وصل. طيب تشرفنا، اتفضل. لحظه واحده. دي هديه بسيطه عشان تبقى تفتكر المكان، دي حاجه انا بحبها قوي. شكرا شكرا. ده الكارت بتاعي، يا ريت تكلميني، هبقى مبسوط جدا. عن اذنك. باي باي. محدش عارف هو فين، حتى الشيخ زياد ما عرفش، ومحل مقفول من ساعة ما اتجوزتي. ليه عملتي كده يا هالة؟ عارفة أنا في كلمتين حزنني نفسي أقولهم لك، عشان لو قلتهم لك هستريح. خسرت كتير قوي، خسرت كتير قوي هلا لما قلتي لا. عارفه ليه؟ عشان انا كنت بحبك وكان عندي استعداد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان تبقي مبسوطه. انا عمري ما حبيت حد على فكره، لا عمري حبيت حد ولا عمري اتعلقت باي حاجه في الدنيا إلا أنت. حبيتك وحلمت، حلمت إن أنا وأنت مع بعض عندنا عيال وبنكبر مع بعض، نتعكز على بعض، عيالنا يشيلونا. بس أنت اخترتي تقفلي الباب في وشي هلا، واللي بيقفل الباب في وش اللي بيحبه عمر ما في باب في الدنيا بيتفتح له. عبد العزيز عمل معاك ايه؟ عمل معاك ايه يا هلا؟ كفايه كفايه بجد. انت عايز مني ايه يا سلام؟ عايزك تعذبي. اضحكي بس هتعذبي، وانت لازم هتدوقي اللي انا دقته، هتدوقي السكاكين اللي كنت بتديها لي في قلبي. مش مستحمله، كفايه قوي اللي انا فيه. ولا انا مستحمل ولا ابوكي الغلبان ده مستحمل. الراجل اللي عالم هو فين دلوقتي؟ اخترتي نفسك يا هلا، اخترتي مصلحة هلا وبس. شفتي نفسك، عشان كده مفيش حد في الدنيا هيشوفك، وده اللي مخليني واقف قدامك دلوقتي مش شايفك. سلام. انت قلت اللي انت عايزه وانا سمعتك، ولا عملت حاجة كتير. عارفة اني كنت وحشة، كنت وحشة قوي، بس انا عايزاك جنبي.
ما عنديش وقت. أقول لك، ما تروحي لعبازيز بيه؟ مش جوزك برضه؟ ولا الموضوع كان كيف؟ ايه يا عم انت فين بدور عليك؟ ايه اللي حصل فيه؟ الباشا الكبير اتصل وعايزنا كمان ساعة في المخزن. بيقول لك في طلعة حلوة كده هيطلع لها بلوكشة كبيرة. عربية جاهزة؟ يا عم أنا مصدف كل حاجة من ساعة ما تلقيت الأوامر. بقول لك إيه؟ أنا إيدك اليمين اللي بتاكل بيها والشمال اللي بتقطع بيها. طب يلا نقطعها. الحق. إيه ده؟ الله الله الله، إيه الطراوة اللي جاية دي؟ على فين كده؟ بقول لك يا سو. آه يا قلبي. سو كده حتة واحدة، ربنا يخليك لي يا رب. بقولك يا بت، عايز أسهر النهاردة سهرة صح. يا لهوي بالي، بس كده؟ ماشي، بس عايزها بريئة ولا الشيطان شاطر؟ بذمتك اللي ملاقي لازمة دي، هو الشيطان بس اللي شاطر. أهو كلام. أحبك وأنت صادقة. بقولك يا صادقة، أنا عايز سهرة النهاردة ما اتعملتش قبل كده. ماشي. من عيني حسبقك على عوامة. إلهي ربنا ينفخ في صورتك. إن شاء الله هينفخ. لا صاحبه أنا عارفه. أنت بتبص على إيه؟ يلا يلا. مفيش حاجة اسمها شركة انتهت ولم يعد لها بقاء ولا حاجات من دي خالص. لأن ساعات بيبقى إعلان إفلاس الشركة دوت بمثابة بداية جديدة لها. وده شيء طبيعي جدا وحصل في كتير من الشركات على مستوى العالم كله، وعلى سبيل المثال شركة هيرتي الألمانية. لكن المهم عندنا دلوقتي هي الإجراءات اللي هنعملها علشان نحافظ على بقاء الشركة باستغلال مشروعاتها. جميل، عشان كده احنا بنتكلم معاك يا سامر، وعشان كده الأنسة سلمى طلبت ان هي تقعد معاك. في الحقيقة انا محتاج خبرة الأستاذ أمير القانونية، وانا هوضح لك بعض النقاط اللي هنمشي عليها ان شاء الله. بس انا عايز افهم ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل اننا هنعيد هيكله الشركه من جديد، بس للاسف هنضطر لتسريح بعض العمال. علشان كده انا طالب منك تجيبي لي تقرير بالعماله اللي عندك اللي انت مش هتقدري تستغني عنهم في اي حال من الاحوال. وكمان عايزين نطرح بعض الاسهم بتاعه الشركه دي للبيع. يعني ايه؟ دي مساله هيتم ترتيبها مع الاستاذ امير ان شاء الله، بس الحكايه كلها محتاجه لشويه دعايه صغيره كده للشركه علشان نقدر نثبت ان هي شركه ليها تقلها في السوق. انا من رايي انك تسمعي كلام الاستاذ سامر وتثقي فيه، وانا واثق ان الامور هتختلف. وبكده يبقى فاضل لنا حاجه واحده مهمه قوي، هي وجود حليف قوي لينا. نحاول نقنعه انه يدخل معانا شريك ويتحمل هو التكلفه. بس في الوقت ده هنضطر نعيد تقييم كل المشروعات تاني من جديد، ونديله نسبه ارباح اعلى بتكلفه اقل علشان نضمن انه يبقى حليف لينا وداعم لينا. لا ما ينفعش، انا بساعد بس. على فكره انا عندي شويه معلومات خاصه بمدير البنك عايزه اعرضها عليك. المعلومات دي مهمه قوي واعتقد انها هتفيدنا جدا، وانا شايفه ان استاذ سامر لو شافها يمكن يكون له رأي تاني خالص في معاملتنا مع البنك. جميل جميل. ياه عندي ميعاد مهم ولازم امشي عن اذنكم، وان شاء الله الامور هتبقى كويسه جدا ان شاء الله. يا باشا على ورط الدنيا ان شاء الله. مع السلامه يا سرور بيه. يلا يا سامي. نورتني. اتفضل يا استاذ سامي. مع السلامه. اتفضل. اتفضل يا استاذ. نورت الدنيا. اهلا وسهلا. مع السلامه. كده كويس قوي جدا. هتوافق تبقى المستشار القانوني للشركه وتتحمل المسؤولية كاملة؟ طبعاً يا سلمى. تعرف إن أنا أول مرة أشوف واحد أقدر أقول عليه إنه راجل بجد؟
لا لا لا، في رجاله كتير قوي، بس اللي هيدور هيلاقي. كل اللي قابلتهم في حياتي ما حدش فيهم ملعين. فتحي مثلا جوز جليل مستسلم للحياه وما فاقش غير لما جليله طلبت منه الطلاق. والناس اللي عندنا في الحاره ما حدش فيهم عايز يخرج من الحاله اللي هو فيها، وكل واحد فيهم مستني ربنا يبعته الفرج لحد عنده. بس انت بصراحه حاجه تانية خالص. انا معجبه بيك يا سلمى. احنا اخوات، وانا تحت امرك في اي حاجه انت عايزاها. افهم من كده ان انا مش في دماغك خالص. مش فاهم. بقول لك معجبه بيك ومالي عيني وابن حتتي وواقف جنبي. عايزني اقول لك ايه اكتر من كده؟ وبعدين انت محامي شاطر وبتفهمها وهي طايره. وانا هقولها لك تاني يا سلمى، احنا اخوات ولاد حته واحده، وانا تحت امرك في اي حاجه، ومش ممكن اسيبك في القضيه بتاعتك ولا في اي حاجه انت تحتاجيني فيها. بتحب حد تاني؟ هتفرق معاكي في حاجه؟ مش عارفه، بس انا كنت عايزه اعرف ايه الفرق اللي بيني وبينها مش اكتر. وليه ندخل الموضوع في مقارنه؟ صدقيني ممكن تكون انت اجمل منها واذكى منها وافضل منها في حاجات كتير قوي، بس انا بحبها هي وبحبها قوي كمان. بلاش ندخل موضوع الحب في مقارنه، ما ينفعش. على كل حال انا مش هضايقك اكتر من كده، وبقول لها بالنيابه عني انها انسانه محظوظه جدا. عن اذنك. اتفضلي. مع السلامه يا سلمى. مساء الخير. مساء النور. على فكره امير ما بيبطلش كلام عنك، من الواضح انك شخصيه مهمه قوي عنده. عن اذنكم. مع السلامه يا سلمى. عايزه اتكلم معاك. طبعا انت تنوريني. ولا اقول لك تعالي نشرب اي حاجه في اي مكان؟ يا ريت. اتفضل. انا تعبت قوي، مش قادره خلاص. شكلي كده مش هروح الشغل بكره. انا بكلمك على فكره. في ايه؟ احنا من ساعه ما جينا وانت مساهمه كده على طول. مالك؟ في ايه؟ شكلك مش مريحني. في ايه يا بنتي يا ليلى؟ ما تنطقي. والله ما انا عارفه اقول ايه. ما دام مش عارفه تقولي ايه يبقى في حاجات كتير قوي عايزه تقوليها. قولي احكي. قولي، ما تقلقيش، ما عادش حد فينا بيستغرب حاجه. اقول من غير تريقه وقله ادب؟ عيب عليكي طبعا. النهارده الصبح كنت بشتري شويه حاجات وشفت واحد وانا معديه كده بالصدفه. الغريبه بقى اني رجعت شفته تاني على الباب هنا وانا داخله علشان اوضب المحل، واصر يخش يساعدني. صدفه غريبه، بيفكرني بحسام قوي. بقولك ايه، خدتي تليفونه؟ لا، اداني الكارت بتاعه. ما خدتيش التليفون ليه؟ يا خيبتك. اروح اعمل شاي احسن. اجيبه هنا. بس هو المكان هنا، هو المكان هنا. وقف يا حلو، وقف يا حلو. تفتكر يا ده حسن اللي قرصت على البت هنا؟ يا عم بلا هلا بلا عالية بلا ليلى بقى. النسوان دي كلها أهم، لو ضربتهم في الخلاط هيطلعوا واحدة برضه هي. واللي يمشي ورا النسوان يخش في جوان. احنا في الشغل دلوقتي. احلى رايك. ركز، شكلهم رجعين اهو. حلو. خلي بالك ما نطلعش البضاعه الا لما نشوف الفلوس. عيب، ده انا قتيل. سام باشا، اخباره ايه؟ زي الفل. يا ريت تكون الرحله كانت هاديه وسهله. اللي يا باشا الرحله؟ لا الرحلة تمام. اوه ما شاء الله. يعني انا رئيس حكومة يا دي حسني؟ ولا حسني ولا
بسرعة يا الحلاوة دي، انت انجزت اهو، واضح انك متحمسة للمكان قوي. عجبك؟ نايس، فيري نايس. البركة في عليا وسلمى. عليا؟ انا سمعت الاسم ده قبل كده. مين عليا؟ انا عليا. هو احنا ما تقابلناش قبل كده، بس انا كان نفسي اقابل حضرتك علشان اشكرك على التوصية اللي وصيتها عند استاذ وسيم. ايوه افتكرت، انت اللي سامية كلمتني عشان اوصي عليكي، صح؟ وعامل ايه معاكي وسيم؟ كويس؟ الحمد لله. طب لو عايزة اي حاجة قولي لي. متشكرة جدا. طيب احنا هنمشي بقى عشان اتأخرنا. طب محتاجة حاجة تانية؟ ربنا يخليكوا ليا، هكلمكوا لما اروح. ماشي يا حبيبتي. باي باي. يلا باي باي. باي باي. باي باي. استني. يلا. ايه يا لولا؟ ايه يا حبيبتي الحلاوة دي؟ انت خليتي المكان تحفة بصراحة يعني. بصي بقى، بالمناسبة دي انا عازمك على العشاء. النهاردة؟ اي. لا حبيبي لا، انت عارف ان انا تعبانه من الصبح بجد، مش قادره، عايزه ارتاح، خليها يوم تاني. بيبي عايزين نحتفل بالمحل. طب عشان خاطري ممكن تخليها يوم تاني؟ انا فعلا محتاجه انام. ايه اللي معدي ده يا ابني؟ انت ما شفتش الفلوس اللي فيها قد ايه؟ الله يخرب بيتك، افرض كنت اتمسكت يا اخي. خلصك ايه بس؟ تخبط طول العمر يا عم، هنقب بعدها. هنقب، الله يخرب بيتك. يلا يا راسك يا حبيبي. معاك شخص ازاي يعني؟ ماشي من غير بطاقه ومن غير رخصه ومن غير اي حاجه؟ اعمل ايه؟ اعمل نفسك نايم، اعمل نفسك نايم. ولا قطع حتى معاك؟ باشا معاش رخص. ما تشغلنا حاجة فرايحي بقى يا اسطى كده. ها اي حاجة بزيد هاني شاكر. شاكر؟ اه عنده فرايح. شمعة دموع وشمعة ألم. عايزينها في مشوار. ايوه انا عايزاها في ايه؟ انت مالك؟ ايه يا وليه؟ انت نبويه؟ اه يا اختي. اهلا يا حبيبي. اهلا يا حبيبي. يا بنتي اقراصي، عرفتيه؟ اربطي كتابك. وحشتيني. قديم يا نبوية،
وهخلصه منك حتة حتة. رصيدك عندي بتحشو كتير قوي. أنا غلطان، حك علي، بس هو جابر هو اللي كان مالي دماغي عليكي وضحك عليا. بس هو كان بيقول ان انت اللي بتوزيه. كداب، كداب في اصل وشه. طب هاتي هنا دلوقتي حالا وانا اوريكي ان هو كداب. عايزه تروحي له؟ اه يا اختي اروح. ما رحلوش ليه؟ وانا كدابه ولا كدابه يعني؟ انت اللي طلبتي، بس انا بقى عايزه اخد حقي. عندك حق، انت كان ليكي ان انت شايفه ايه اللي بيحصل. بس والمصحف وعزة جلال الله انا مظلوم. وبعدين يعني ما انت عارفه جابر انت تايهه عنه، ولا انا ولا انت كنا نقدر نفتح بقنا. تميمة، انت شايفة اللي عملتيه ده صح؟ العالم اللي زي دي لازم تتضرب بالجزمة عشان تبقى عبرة للأمثال. الصوت ده ما يتعملش براحته. الو ماريا، ازاي؟ يا ريت ما كنتش اتصلت في وقت غير مناسب. لا ابدا، اتفضل. ممكن نتقابل بكره لو سمحتي؟ هشوف. تمام. طب انا ممكن اقول لك على حاجه تانية؟ ايه؟ وحشتيني. وانت كمان.
طلعوني 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 عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ ارميها تحت الكلبة دي اللي ورتني يا سودة انا هربيك Okay.